السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله اخواني الفضلاء اخواتي الفضلات، مساءكم سعيد، نتمنى لكم ان تكونوا بصحة وعافية في احسن الظروف. هذه اطلالة مسائية، بغينا ملاحظة بغيتها نلاحظها دابا، بغيت نشاركها معكم وتكون فائدة. يعني مسألة النقاب، يعني النقاب للمرأة تكون نقاب، يعني ما يكون فتنة، ما يكون نقاب فتنة. غير إذا شي واحد السيدة دابا هنايا راكب مع واحد السيدة متبرجة، يعني في واحد يعني سيارة، يعني ما نقولوش سيارة، ومعها واحد السيدة متنقبة، يعني نقاب، يعني كنظن أنا غير يعني ودايرين الموسيقى ودايرين هذاك الشيء، وغادا يعني هي متبرجة، وهذيك أخرى اللي راه جالسة حداها بالنقاب. ولكن النقاب اش من نقاب؟ نقاب ماشي نقاب، نقاب يصف العين، يصف النيف، يعني عريض الواسع يسيء العين. وهذاك الشيء يعني واش ولات موضة ولا ما فهمت انا شنو هذا كيتسمى التشويه بالنقاب، التشويه التشويه بالالتزام، والتشويه بالله المستعان. يعني هذا الشيء ما خصوش يكون، اسم التقى الله عز وجل لهذا الانسان في دينه. هادشي راه عنوة، هادي باينة، يعني الانسان يعني داكشي واش موضة ولا ما عرفتش شنو، يعني دايرة على عينها ومكبرة عينها وصنيفها، يعني وغادين ودايرين الموسيقى، ما فهمت انا والو. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، الله يوفق غير واحد ورضاه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.